بحط اول شي كباية حليب، 3 معالق اكل سكر، معلقة ونص صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، بيضة، 3 كبايات طحين. بعدين بضيف عليهم 1/2 كباية زيت. بعدين بشغل العجانة وبعجنن على سرعة متوسطة لغاية ما يصير عنا عجينة متماسكة. طبعا فيكن تعجنوهن بالإيد، بس لازم تخلطوا المكونات السائلة أولا، بعدين بتضيفوا عليهم المكونات الجافة وبتعجنوهن منيح. بعد هيك بجيب صحن عميق، بحط عليه شوية زيت نباتي، بوزع الزيت منيح، بحط العجينة بقلبها، بدهن سطحها بالزيت، بغطيها بالنايلون وبتركها لمدة 1.5 ساعة حتى يتضاعف حجم العجين ويتخمر. هيدا شكله بعد ما زاد حجم العجين، بشيله من الصحن. بعدين بقصها من النص وبشكلها مثل ما هو موضح بالفيديو. بعد ما خلصنا كمية العجين وكورناها، بمد كل كرة بهالطريقة وبحط الحشو اللي بدنا اياها. انا هون حطيت تمر، فيكن تحطوا جبنة او شوكولات، وبعدين بنسكرها بهالطريقة وبحطها بصينية مدهونة بالزيت، وبكرر هالعملية مع باقي الكور. على جنب بجهز صفار البيض، شوية نسكافيه، 1/2 معلقة خل، وشوية حليب، بخلطهم وبدهن فيهم وش الكور. اخر شي بنحط على وجهن سمسم، فيكن كمان تحطوا معهم حبة البركة. بتركها شوي تترتاح ويتضاعف حجم الكور، بعدين بدخلها الفرن، حميته بالقبل درجة حرارة 200 مدة 20 دقيقة. وهيدي بعد ما طلعتها من الفرن بدها نوجها بالعسل هي وسخنة. وهيك بنكون خلصنا.